هل يجوز لمجموعة من النساء الاشتراك في شراء أضحية واحدة ويكون الأجر للجميع؟ الأضحية إذا كانت من الإبل أو من البقر فإنها تجزي عن 7، إذا اشترك 7 في أضحية من الإبل أو من البقر أجزأت عنهم الحمد لله. أما الشاة فإنما تجزي عن الرجل وأهل بيته، وأما لو اشترك فيها جماعة فإنها لا تجزي إلا عن واحد. نعم، لكن إذا ذبحها، نعم. إذا ذبحها المسلم عنه وعن غيره وأشرك فيها معه غيره في الثواب فإنها تجزي والحمد لله. أما إذا أنهم اشترك جماعة في شاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد. نعم.